السلام عليكم، انا فيديوهات الدراما هذه انا ما احبها. مو اي واحد قال لكم كلمه مصادر معناها كلامه صح. المهم انا برد على نقطه نقطه علشان متابعيني فقط. قالوا كلام ما يعجبه، قالوا كويلي كذاب. حرب بين باريتيوب وكويلي تشعل اليوتيوب. انت محتواك تنزل تنتقد بطريقه ساخره. انه ينحذف الفيديو وتوصل لي رسالة تحذيرية من اليوتيوب. بهذا المقطع على يوتيوب واللي حصد اكثر من 2 مليون مشاهدة خلال اسبوع واحد، اختار كويلي الدفاع عن نفسه وتوضيح حقيقة حث مقطعه على يوتيوب، واللي تناول فيه موضوع المرض اللي منتشر اخر فترة، واللي شافه كويلي اهم مقطع نزل بقناته. هذا اللي خلى عدد كبير من متابعينه ينشروا هاشتاقات على مواقع التواصل الاجتماعي دعما له ومحاولة بارجاع المقطع للقناة. وبنفس الوقت واجه كويلي عدد كبير من الهجوم نظرا للمعلومات الحساسة اللي شاركها واللي شافها البعض مغلوطة وغير صحيحة وممكن تأذي عدد كبير من الناس. فمن بين هالناس كان اليوتيوبر باريتيوب واللي نزل مقطع كامل على قناته على يوتيوب مدته 24 دقيقة وحصد أكثر من 4 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط. فباري عاتب كويلي وحسب رأيه أنه معلوماته مغلوطة ومحرفة لحتى تخدم مقطعه وتخليه مثير أكثر، واتهم كويلي بأنه مصادره غير موثوقة وكاذبة. وشارك باري المصادر اللي يشوفها موثوقة وتحكي الحقيقة حول الموضوع حسب رأيه. أول شيء المقطع ذا ما هو تهجم على كويلي، شخص محترم أنا أتابعه من فترة لفترة. المقطع ذا توضيح لأنه الموضوع ذا من جدي بغاله توضيح. وسلسلة المناوشات انتقلت من يوتيوب لتويتر من بعد ما شارك كويلي تغريدة واللي كشف فيها أنه تلقى تحذير من يوتيوب وكان بأسلوب التهديد بحسب رأيه. ليرد عليه باري بتغريدة ثانية علق من خلالها بي: يا بويا بدون دراما يرحم أمك، أول مقطع ينحذف لك من اليوتيوب بيعطوك تحذير، ويكتبوا نفس هذا الكلام للجميع. فرد كويلي بي: كلك ذوق عزيزي باري، أتابعك وأحترمك، بس أنا هالشي أول مرة تحصل معاي، ورسالة التحذير أتوقع جديدة لذلك استغربت منها، والكلام اللي أقوله مو مهبول، كلام موثق بمصادر رسمية. فتواصلت سلسلة التغريدات على تويتر يدافع فيها كل طرف عن وجهة نظره اللي يشوفها صحيحة. فانتهت المناوشات بتدخل اليوتيوبر خلف زون واللي علق به: ممكن نبطل ناخذ نصائح صحية من مشاهير اليوتيوب؟ ممكن. وأضاف: محمد أنت مو ضحية تنمر، أنت ضحية بروباغندا. فبعد صمت من كويلي على يوتيوب قرر الرد بمقطع مدته 30 دقيقة واللي كان بعنوان الرد على تضليل باري للحقيقة. فدافع كويلي مرة ثانية عن معلوماته وعن مصادره اللي اعتمد عليها بالفيديو اللي انحذف، ورد على باري واتهمه بأنه ظالم وظلمه من خلال التغريدات ومقطع اليوتيوب اللي نزله. وهاجم كويلي باري تيوب من خلال قوله أن قناته تعتمد على الانتقاد الساخر والتنمر على الناس، وعاتب باري على مشاهدته لخمس دقائق فقط من المقطع مع أن المقطع كان طوله 20 دقيقة، واتهمه كذلك بركوب الأمواج والترند لحصد المشاهدات لا أكثر. إنكم تطلعوني أنا غلطان أو أني أنا قاعد أتشذب، وهذه إيميلات رسمية ناشرتها الحكومة الأمريكية، يعني أنا ترى بالمقطع عبارة عن شخص نقل للواقع. فبعد كل هذا شارك باري تيوب فيديو ثاني على قناته على يوتيوب للرد على فيديو كويلي، ولكن هالمرة كان طول المقطع تقريبا ساعة كاملة، حيث اتهم فيه كويلي بالكذب للمرة الثانية، وأنه فسر الإيميلات المسربة بشكل خاطئ لتخدم النظرية اللي يشوفها صحيحة ولإقناع متابعينه. وكشف باري أن كويلي قام بحذف كل التغريدات اللي كانت بينهم على تويتر قبل نشره لفيديو الرد على يوتيوب، واتهم باري كويلي بأذية الناس من خلال ترويجه للنظرية اللي حكى عنها من خلال الفيديو اللي انحذف. مهما وصل فيك الكبر والغرور والنرجسية، تذكر ان كويلي النصاب اللي يتك في غرفته يكذب على الشعب. فبعد المقطع اللي شاركه باري، شارك كويلي صورة غلاف مقطع باري على حسابه على انستغرام وعلق بي: شكرا على التصميم، حبيت الصورة والله ابداع.
وبستوري انستغرام علق كويلي على كلمة جذاب اللي كررها باري عدة مرات بالفيديو، وكتب: أتمنى الكل فهم السبب من تكرار كلمة جذاب جذاب جذاب. هذه الحيلة يتم استخدامها لغسل عقل الأطفال اللي يتابعونه وتوجيه رأيهم حسب الرغبة الشخصية. وأكمل بهذا التعليق: